السلام عليكم حبايبنا، جيسبر تكونوا لاباس، جيسبر تكونوا غايه. بغيت ندير اليوم واحد لابتيت اناليس جور دو ديكريبتاج دو ديسكور اسلاميست اللي راه ينقال في لي ريزو سوسيو كونسيرنون بالمثيل هذا الحراك وهاد لي موفمون اللي راه كاين ضروك ياك. وكاين واحد لي تيرم اللي راهم يتقالوا ويتعاودوا والناس ما راهمش مش عارفين علاش وما عارفينش le but derrière ou l'essentiel. غادي نبدا. كاين ديجا لو مو حراك، بزاف الناس ما على بالهمش باللي هذا لو مو حراك سي تان امبران. امبران كيفاش الناس في 2017 كانوا في المغرب في الريف كان عندهم هذا الحراك هذا جور دو سادير انتفاضه، كان فيها حركه في الشعب. ليسونسييل كانوا دي زيد يروحوا وكذا. المهم كان واحد الغليان ياك وهما سموها الحراك 2017 باسكو هادي صرات في الريف في الحسيمه. المهم من في المسيره تاعهم، حنايا من كانوا لي مانيفيستاسيون في الجزائر كانوا من لي مارش الناس كانوا يقولوا سلميه سلميه. في 2017 في الحراك تاع المغرب كانوا يقولوا سلميه سلميه، وكانوا يقولوا تاع مخد اخر كانوا يقولوا سلميه لا حجره لا حجره لا شنويه. هذه كانوا باغيين لي مانيفيستاسيون يكونوا باسيفيك، سادير ما فيهمش ما يكونش فيهم الحجر، يقولوا لا حجره لا شنويه. شنويه بالدياليكت عندهم صافا دير مكحله كما نقولوا حنايا. هذيك هي دونك هما ما في الجزائر من بعد الناس تمشاو بالطريقه السلميه اللي على بالكم بها. هذه فيما يخص الكسمو. شفت واحدين واحد اليوتيوبر راهم نجم تقول دايرين حال صافي دو زون بريسك دو زون يوميا دي لايف تاع 1 أو 2 أور كاين دو لايف بار جور. البروبليم ماشي منهم هما، البروبليم سيكو حنا عندنا لو شون اوديو فيزيوال اللي فيروي اللي فيرمي. ومين يكون لو شون اوديو فيزيوال فيرمي الناس بار كيوريوزيتي وكاع يبغوا يدوا معلومه من جهه اخرى. يكون عندك التلفازه وكذا وكلشي كلشي مبلع تي اوبليجي، هادي سي لا ناتور هيومان. تبغي تعرف شنو كاين تروح تحوس في لي ريزو سوسيو تلقى هاد الناس هادو. راك جينا راهم كاين واحد ثلاثه تاع الناس وقيله اللي راهم شويه الاخر ما غاديش نسمي، ولكن هما يعرفوا روحهم. كاين واحد في الافتتاحيه تاعه دائما من يدخل يقول لهم حياكم الله، لا سيقول حيا الله الاحرار. حيا الله الاحرار، بس قال حياكم الله كانوا يقولوها قبل، كانوا يقولوا حياكم وبياكم وجعل الجنه متون. صدي لي اسلامي على بالك في من يشوف لو ديسكور تاعهم من يهضر معاك ان اسلامي يبدا لك هذيك الانترودكسيون هذيك فيها ربع ساعه. دونك يبغي يدير لك البوماده يدير لك الدهان كما نقولوا هنا يوجدك باش تنعس نتايا ويفوت الله. المهم هذا من يهضر يقول هذا من يقول حيا الله الاحرار. حيا الله الاحرار صافي دير كوا من تبدا تاناليزي فيها. حيا الله الاحرار احرار لوبوزيسيون ولا لوبوزي تاع الاحرار شكون؟ الاحرار المضاد تاعهم شكون هما؟ العبيد. العبيد ولا الاسرى ولا الضعفاء. حي الله هو راه يقول حي الله الاحرار. دوك انايا بون انا خاطين وخاطيه الاحرار هو شكون هادو اللي راه عليهم؟ انا نجم كونسيدير با بلي مع الاحرار اللي يهضر عليهم هو. دوك انا مع العابد، مع العابد. هو يقول بلي حي الله الاحرار، استدير هو راه يخبر فينا بلي ربي سبحانه راه يحيي، استدير يسالول الاحرار هادو. حاجه مليحه. بصح العابد والاسرى وهاد لي زيسكلاف وهاد الضعفاء ربي ما يحييهمش. ما فهمتش انا كيفاش ربي يحيي غير لي بلو فور، ولا هذا الاله اللي تهضر عليه انت تاع لي بلو فور ماشي تاع المساكين. انسان يخمم حي سدير هذا ربي هذا جا غير لي فور، يحيي غير لي فور ما يحييش ومغبنا ونورمالمون يحيي المغبنا تاني. او قالوا دي فلان سلم لي على فلان وفلان سلم لا لا الاخر ما سلمش عليه خلينا منه سلم غير على فلان. دونك هنايا واحد شويه يخمم براسه شويه يدورها براسه. هذه واحده. حاجه زوجه شتا يهضر 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 يعاود بواحد الترم يقول له يهضر على يقول له واحد الكلمه يقول لك كابرنات فرنسا. كابرنات فرنسا هو الفيز دو بيرسون راه معروفين و سي دي لو تريتي دو ولا تروا ليسونسييل اللي مات مات واللي راه لو تريتي لو تريتي ما عليناش. هادو كانوا في وقت فرنسا الاولى ما كانوش كابرانات، كانوا سيتي سادي للتاريخ الانسانيه باش الاخر كانوا سيتي كانوا دي زاسبيرون. و
وكملوا لا كارير تاعهم اللي كملها جينيرال اللي كمل ليسونسيال. كي شغل انت كي شغل بغيت تطيح بيهم مي تقول بلي كابرانات كابرانات فرنسا كي تطيح بيهم دوك انت كي دير تطيح انت بواحد اللي هو اصلا دوك هو راه كمل لا كارير تاع جينيرال يطيح كي طيح بيه ما غاديش طيح بيه بار كونتر راك طيح بلي راه كابران دروك باسكو كابران من يسمع الهضره هذه يقول لك اودي انا البوزيسيون تاعي ولو غراد تاعي راه ولا معايره الناس راهم يتعايروا به حي كابران كابرانات فرنسا كابران شديد التطيح كما نقولوا حنايا كي شغل نقص من القيمه تاع الكابران نقص منها القيمه تاعها وما يتنقص من القيمه تاع الكابران لي جون دي نورمال يقول لك اودي هذا كابران كلمه كابران القرا تاع كابران راهم يتعايروا به الناس تما كان اي جون دي انا يعبسوا فوقه فهمت اش تدير المعنى وين راها رايحه كابرانات فرنسا هادي درنا من ناحيه من ناحيه وحده اخرى استدير يستدير انسان باش يقي يحط روحه يحط روحك في بلاصه الناس يفو سو ماتر على بلاص دي جون 60 لا فان دو 58 59 على بالك باللي لايلين داك القيس هذاك لايلين في هذيك لا بيريود على بالك يزون يو بوكو دو بيرت ماتوا بزاف المجاهدين كان عندنا شهداء بزاف ماتوا بزاف ولا هذيك لا بيريود السلاح ما كانش يدخل من المغرب ولا من تونس كان كلشي مبلع والداخل استدير ضاعوا بزاف المجاهدين في هذيك القيس كانت عندهم برينسيو انور في هذيك لا بيريود اللي التحقوا بهم هاد لي زاسبيرون كاع في هاد لي زاسبيرون اللي التحقوا كاين اللي كاين اللي مات الله يرحمه شهيد كاين كل واحد كيفاش الوضعيه تاعه المهم انا انسان بغيت حاجه انسان الا كان نتايا في هذيك لا بيريود كنت انت اسبيرون اسبيرون دون اون ارمي اون فورس داك القيس اون فورس كيما نقولوا حنايا اون بويسونس مونديال عندك ان افونير تراسي عندك ان سالير خارج من ايكول ستادير دو بريستيج باينه وكل شيء مام في الـ في الـ في الـ في الدوار تاعك ولا لافيل تاعك بقيمتك كيما نقولوا حنا بقيمتك اسكو تخير هاد لا كارير بلي غالون والقمجه بيضاء محده والله الله وكل شيء ولا تروح افيك دي روبال كيما نقولوا حنايا داك القيس اللي المجاهدين كانوا دي روبال وين اللي تخير انت كي كاين في داك القيس هذاك لربما انت اللي تهضر عليهم تقول لهم بكابرانات ربما انت في داك القيس تقعد مع الجيش تاع فرنسا ما تسمحش في هاد لا كارير هادي وتروح مع المجاهدين باسكو كاين ناس اللي مشاو مع فرنسا غير على جال ان كونطرا تاع شهر لي سوبليتي في الحركه كانوا يديروا لهم ان كونطرا مونسويل ان موا رينوفلابل غير على كونطرا تاع شهر وسنيه ومشاو مع فرنسا نتعالى واحد اللي عنده اون كارير بيان تراسي في لارمي ريغولير وخارج دون ايكول معروفه وكاع دونك واحد اللي قيد شويه يخمم يدورها في راسه هو يشوف ما عليناش هذه فاتت كاين واحد الكلمه واحده اخرى ثاني شفتها غادي تراها تتعاود تاع مين يهضروا على لو بارلمون اللي راه دروك يقول لك اودي برلمان الحفافات هذه كلمه الحفافات مين جات هذه كلمه الحفافات على بالك باللي الناس هادو اللي يجبدوا قاعد يهضروا فيها وكاع جينيرالمون هما اصحاب اللي راهم في لا غروند بروتان هذوك راه معروفين عندهم كانوا احتكاك مع الاسلاميين في هذيك البلاصه هذيك وفي هذيك لابيروت كانت انفا مده سنوات هذو اللي فاتوا كانوا الناس تاع النهضه تاعتهم الناس اللي كانوا بزاف في انجلترا والناس تاع النهضه تاع في الهضره تاعهم دائما كانوا يهضروا على مرت بن علي الله يرحمه ليلى بن علي يقولوا باللي هي حفافه هي حجامه ما يقولوا هي حجامه يقولوا حكم الحفافات وكذا 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 دونك من تماك من بعد شراو صرات الشاشره في الجزائر هذا الموفمون كاع ياك قالوا دي فلان لا ديبيتي هذه كانت كوافاج هذه كانت هذا ديبيتي هذا المدل البارلمون تاع البارلمون تاع تاع لي كوافاج على واش علاش يقول لك دي كوافاج زعما باللي هذا برلمان هما في التخمام تاعهم في التفكير تاعهم في المونتاج تاعهم معناتها برلمان فاسد تاع الرشوه تاع هذه وكذا باسكو هما في لسانهم في لسانهم اون كوافوز سي اون فام دو مورس ليجير كيما نقولوا حنايا ما راكم عارفين تاع الفساد دروك الانسان اللي مو تخدم كوافوز ولا اختها تخدم كوافوز ولا مرتها تخدم كوافوز ولا لا كوافوز بروحها مين تسمعهم يهضروا مين يبغوا يطيحوا بالبرلمان بالقيمه تاع البرلمان يقول لها ودي حي برلمان الحفافات
الحفافات، من يوقع الحفافات سافدير تنقص انت من القيمه تاع المراه هذه اللي تشتغل. هذه حرفه، حفافه حرفه، الحفافه كيما لا كوافير حرفه، كسوا للمراه وكسوا للراجل. تدير انت هذه المواطنه هذه راك تنقص من القيمه تاعها. هنا للانسان اللي يخمم انت علاش هذا كيما نقولوا راك تحقر انت في الناس. انت راك تقول سوا ديزون راك كونتر الحقره، ولكن انت في الهضره تاعك تحقر الناس. حقرت الكابرانات اللي راهم دروك والاخر، ودوك راك في الهضره تاعك بلا ما تعبى دي فوا، ولا ربما راك عابي. بس انا نقول راك عابي كي تحقر هاد الحفافات. ومين تحقر الحفافات ياك تسمى تحقر تاني حفافين، باسكو هذا تاني كوافير يقول لك كيما راهم عاير ولا حايروا في المراه هذه في الميتيد تاعها، ياك انا تاني نتعاير معاها. وعلاش الحفافات؟ كنت قادر تقول لها كلمه وقت اخرى، قادر ما عجبكش البرلمان ولا حاجه اعطي اسم واحد اخر، قال ودي برلمان تاع الرشوه ولا حاجه ولا تي بو جينيراليزي. بصح ما تمتش ما تقيسش هذا الفساد وكل شيء على ظهر وحده اللي تخدم كيما نقولوا حنايا خدمه نظيفه وعفيفه وستاميتي اونورابل ياك تاع الحفافين وتاع الحفافات اللي في لاجيري. حفاف في لاجيري سي ان كونفيدون، سي ان بسيكولوج، سي ان يعرف كاع اسرار الحومه، وتروح لها تولي 15 جور ولا تروح لها ولا صديق كل واحد كيفاش ياك. تسمى تنقص من القيمه تاع الناس هاد من لا كاتيجوري هذه اللي كاينه في المجتمع. هذه اللي تفكرتها وقلت غادي نقولها. كاين حاجه وقت اخرى، الناس اللي ربما ما كانوش يتبعوا في ليزانمون لي زيفانمون، انا نقول في لي زاني 90 ولا الانسان هذا بلا ما سون لو نوم بلا ما نقول الاسم تاعه، كان يقول ويقول باللي دبلوماسي دبلوماسي مليح وين في ليبيا بيرو 93 94 95 ما عليناش باش نفكر الناس. هذا مكان على بالكم بلي ليبيا في هذيك لابيرود كانت تحت الحظر الجوي وتحت الحظر الاسلحه سو امبارغو، طياره ما تطلع طياره ما تهود. ليبيا ديجا من قبل افون في الميدان الدبلوماسي وكاع وفي هذا الاخر مع الخارج وكاع كيما نقولوا بالفرنساويه ان بيي تنجم تقول انفريكونتابل على جال القذافي اللي كان بسبب القذافي، ماشي ما كتسميش الشعب شعب خاطئ، بسبب حكم القذافي اللي كان ديكتاتوري وكاع وكان مزاجي وانبريفيزيبل ياك ما يعرفوش على الخرجه اللي يخرجها لهم. استادي سي تي ان بي انفريكونتابل، ومين صرات هاد اللي كيسموها فيها داروا لهم الحظر وكاع، ماشي كاع لي كونسولا لي زومباسات كانوا تماك، ماشي كاع الاخر. دونك في النظره تنجم تقول تاع الدبلوماسيه اللي كاينه في العالم، في العالم كاين عواصم اللي عندها اهميه، كاين بلدان عندها اهميه وكاين عواصم عندها اهميه في المجال الدبلوماسي. ليبيا في هذاك القيس ما عندها حتى اهميه، ما عندها والو، ما عندها حتى اهميه لا في الدبلوماسيه لا في الاستراتيجيه والو. سي تي بي استادير دايرين ابار كارونتين لا لا كارونتين كيما قال لك الاخر اون كارونتين ديريكت، دايرين لها عازلينه ديريكت. دوك الانسان هذا قال باللي كان يشتغل تماك وما يقولش الرتبه اللي كان فيها باسكو ولا يحشم بالرتبه تاعها، لوركو موظف عادي في القنصليه هو شغل محترم والناس موظفين احترموهم كما كاع الموظفين في كاع الادارات، كاين المليح وكاين الدوني، كاين اللي يخدم خدمته وكاين رانا نروحوا للقنصليه ورانا نروحوا، كاين يستقبلونا يفرحوا بينا وكذا وكذا، وكاين اللي تلقى شويه عوج. مي هذوك كاع في الادارات تاع الجزائر، وهذه باغتو وين ما تروح كاين مسقم كاين الاخر. بصح ما تحشمش بالرتبه اللي كانت عندك اجون دو بيرو، كنت تخدم اجون دو بيرو، ما تقولش باللي كنت عمليا قنصل، هذه ما كايناش. ما كنت لا فيس كونسول، ما كنت اتاشي ميليتير، ما كنت امباسادور، ما كنت والو في هذا في هذا في هذا لي غراد اللي عديتهم انايا، كنت اجون كيفك، اجون نورمال، اجون نورمال. هذا مكان ما تحشمش بالاخر باسكو هذه حرفه، ماشي حرفه، سيتي بروفيسيون اونورابل. كاع الجزائريين يبغوا كاع، ماشي كاع بزاف الناس يبغوا يخدموا في الميدان الدبلوماسي وكاع. الناس تفتخر بهذا الميدان، هذا الناس تفتخر به وانت حشمان به وبالنظره تاعك وبالهضره اللي وليت تهضرها وليت كي شغل تحتقرهم، ولاو الناس يحتقروا حتى الناس الموظفين في القنصليه، ولاو ما يشكوا فيهم مزيد
من سبتك انت، من سبت التعامل الخرجه اللي خرجتها لهم ومشيت مع الاخرين. سادير هذه اللي بغيت، هذه اللي بغيت نقول في المساله تاع الاهميه تاع العواصم ولا الاهميه الدبلوماسيه ياك. بزاف الناس اللي ما على بالهمش، ولكن كاين عواصم في العالم ياك اللي في المجال الدبلوماسي، في مجال المعلومات، في مجال راهم معروفين، معروفين داري سحم بكري، فيينا معروفه تري بيان، بروكسل معروفه ثاني هي تري بيان، واشنطن معروفه في امريكا راه باين علاش ياك، باريس سي تراديسيونيل، فيينا سي لو كارفور اللي كان من كاع لي بويسونس اللي كانوا ابري لا دوزيام غير مونديال ياك، هادرين عليها كاتب كاتبين عليها الناس كتب في هذا الميدان، وكاع هادو كاع عواصم اللي كيما نقولوا حنايا عندهم، عندهم البوا تاعهم والقيمه تاعهم الدبلوماسيه. انت يا اللي تهضر وتقول يا احرار مش عارف واش حي الله الاحرار، وكاع ما كنتش في عاصمه اللي عندها القيمه تاعها، قيمه تاعها دي في 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 الدبلوماسيه العالميه، ما كان، ما كنتش في هذا الميدان، كانوا ديك ديبيتون ما تري زادي تري مويان ياك، حتى في اللغه ولا ما راكش زعما ما نقولوا حنا لا غالب، انا نشوفوا نتسنتوا نشوفوا في الاخر لا غالب كيما نقولوا حنايا ما فيها والو، ما فيها والو، كنت تاكل خبزه وتريح تماك وصعيب، علاش هذيك رايح منا ولي تيرك وما يعرف قطار و... شويه. المهم ذكروا هذا هو، هذه اللي بغيت نقولها اليوم، خلي الاخر خلوه نهار وقت اخر. اي بسلامه.